حكم اللقاء حمزة معتوق، ويساعد الناجي مطير، والمساعد الثاني فرج الأسعد، وحكم رابع موسى العريبي، ومراقب المباراة الدولي عبد العزيز الشريف. تنطلق المباراة على إذن المباراة بكل تأكيد مباراة مهمة للفريقين، مباراة يسعى كل فريق للانطلاق، وهنا هجمة خطيرة لفريق التحدي، هجمة خطيرة، هجمة أولى لفريق التحدي، ولكن دفاعات خليج سرت، يتدخل المدافع، مقطوع الكرة ناحية تيري، لكن مقطوعة من دفاعات خليج سرت مرة أخرى، يسقط اللاعب فريق التحدي ويتحصل على الخطأ. أيهم الغويل سقط على أرضية الملعب، يتحصل على خطأ ويطالب ببطاقة صفراء. إذن كان تغلب في المباراة النهائية على فريق المدينة بهدف تحدي، هنا تمريرة وحيدة، وهنا تدخل لاعب خليج سرت بالقيد على أيهم الغويل، السقوط والحصول على خطأ. أيهم الغويل على تنفيذ الخطأ، يلعب الكرة عالية ولكن في أحضان حارس المرمى محمد العجم، سهلة في أحضان محمد العجمي، يفتك فريق خليج سرت مرة أخرى، تسديدة، وكاد لاعب خليج سرت أن يفتتح النتيجة بتسديدة باغتت حارس المرمى حسن المجبري، ولكن تصدى لها في بيد واحدة وأبعدها إلى ظلها حسن المجبري. كرة لفريق التحدي في الجهة اليمنى عند العبار، العبار خطير، العبار يحاول المرور، يلعب الكرة عالية، تسديد عند تيري، تيري خطير، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. غل العبيدي، العبيدي يسدد ولكن بعيدة، بعيدة تسديدة العبيدي الماضية لخليج سرت. هنا أحمد مكاري يلعب الكرة إلى مانديلا، أيمن، أيمن، أيمن يلعب الكرة إلى مانديلا، مانديلا محمد فتحي من فرج ميلود، وتسديدة، هنا تسديد حسن المجبري، حسن المجبري، هنا دافو لعب الكرة بشكل جيد، دافو وتسديدة قوية من اللاعب علي بالقايد، علي بالقايد سدد الكرة بشكل جيد وفرصة رائعة، ولكن حسن المجبري التقطها، كاد أن يخطي حسن المجبري في البوسني إيغور قائد كتيبة الفهود عند مانديلا، يلعب الكرة في منتصف الميدان فريق التحدي، أيهم الغويل، الغويل، الغويل إلى تيري، 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 ولكن يفقد الكرة تيري، هجمة واعدة وفرصة، ولكن تيري لم يحسن التصرف في اللقطة الماضية. هنا أيهم الغويل مرر كرة جميلة ورائعة، ولكن تيري فقد الكرة، لعبار يبحث عن المساندة، يتوغل، يلعب الكرة طويلة ناحية تيري، يخطي حارس المرمى، يخطي ولكن يلتقط الكرة مرة أخرى. محمد العجمي أخطأ في اللقطة الماضية وكاد أن يكلف فريقه هدف في هذه اللحظات. هنا لاحظ الكرة من العبار الذي لعب الكرة بشكل جيد، محمد العجمي أخطأ في التقاط الكرة ولكن تابع وصلح خطأ في اللقطة الماضية، كان أن يخطف الكرة في اللقطة الماضية. فهود، هنا حكم اللقاء حمزة معتوق جونيور يسدد، وجونيور كاد أن يسجل هدف بتسديدة قوية، تسديدة قوية من جونيور جميل ورائع، وكاد التسديدة أن تأتي بخبر سر تيري، هجمة واعدة لخليج سرت. هنا أحمد مكاري طارق مراجع والتعليمات بكل تأكيد، مساعد مدرب خليج سرت طارق مراجع، أحد نجوم خليج سرت في سنوات ماضية والأسماء البارزة لخليج سرت كما قلنا. يأتي الإبعاد، تيري يضيع الكرة، لكن مكاري لم يحسن التصرف في اللقطة الماضية. هنا لقطة الإعادة، دربكة من دفاعات خليج سرت ولم يحسن الإبعاد، وكذلك مكاري لم يحسن التسديد بشكل المطلوب، وأضاع فرصة ثمينة حقيقة على فريق التحدي، فرصة ثمينة ومواتية للتسجيل لفريق التحدي. كان حقق الأهلي الانتصار على فريق الصداقة بهدفين دون مقابل،
هنا مع هجمة الفهود سريعة خطيرة، ولكن يبعدها محمد العجمي. هي بعد الكرة إلى ضربة زاوية ملعوبة سريعة خطيرة عن تيري، تيري يحاول، تيري أوه خطأ، خطأ لمحمد العجمي. هنا مدرب خليج جسر محمد كريم، محمد كريم الذي يعطي التعليمات. تراجع نسبيا ناحية الهجوم، وكرة خطيرة ويأتي لبعد كرة ولكن مقطوعة، تعود لفريق خليج جسر مرة أخرى في منتصف الميدان عند الحاسي، ولكن مقطوعة من الحاسي، تعود إلى الدفاع لاعبي فريق التحدي. هجمة واعدة وصاعدة لفريق التحدي في الجهة اليسرى، يحاول التسديد بكل تأكيد ولكن مقطوعة. دافو، تعود الكرة لفريق التحدي مرة أخرى في الجهة اليسرى، ولكن يأتي لبعاد، يأتي لبعاد. الكرة الماضية كانت هجمة سريعة وواعدة فريق التحدي. التنظيم والظهور بالمظهر الجيد في كل لقاء. الخليج كرة عالية، هدف، هدف لفريق التحدي. ينجح فريق التحدي في تسجيل أول الأهداف، إذا التحدي يسجل هدف أول، هدف التقدم لفريق التحدي، ووضع الكرة في الشباك. هدف التقدم لفريق التحدي يهديه إلى محلل الأداء، ينجح في تسجيل الهدف الأول للفهود. تتغير لوحة النتيجة في هذه الدقائق لتصبح هدف دون مقابل لفريق التحدي. الكرة في الخلف عند حسن المجبري، حسن المجبري. إذا تتغير لوحة النتيجة في هذه الدقائق، التحدي يتقدم بهدف دون مقابل. هذه الإعادة، وفي الإعادة إفادة. عصام لعب الكرة بشكل جيد، جاء التدخل ولكن التدخل خاطئ، والكرة في الزاوية البعيدة في شباك محمد العجمي. هذا هو الهدف، وهذا هو التدخل من دفاع خليج السرت الذي كلف فريقه هدف. خروج علي بلقاي ودخول سالم ضيف الله، كرة سريعة، هجمة لخليج سرت مقصية ولكن يأتي لبعاد. هجمة واعدة وسريعة لخليج سرت. هذه هي اللقطة الماضية لخليج سرت والمقصية من سميدة المدافع المتقدم، ولكن لبعاد أتى من جونيور مدافع التحدي.